السلام عليكم، انا مواطن مغربي مقيم بديار اوروبيه، واليوم جيت لهذا ايكيا بالضبط، هذا المعرض اللي كيتواجد هذا ديال العقار، فهمتيني، باش يشجعوا الساكنه ديال اوروبا يشريو هنا في العقار في المغرب. ولكن واحد النقطه اللي متخوفين منها حنا كالجاليه المغربيه هي تبدل المعطيات، فهمتيني، يعني تشري دار انت في هنا في المغرب كيديكلاريو لك بان في اوروبا خصك ما جبتي ديك الفلوس، واخا يكون رزقك ولا شي حاجه كيقول لك ما جبتي هذاك، يعني هذا القانون هذا جديد تبادل المعطيات. وكنتفاجئ انا اليوم جيت هنا كساكنه ديال تطوان، اصلا ديجا كنت ساكن هنا، كنتفاجئ بان هاد الناس هادو ما استدعوش الصحافه المحليه، قصوهم، يعني حنا العمده ديالنا هاد الشيء هذا كامل، وما الصحافه باش كيروجونا هاد الشيء هذا. ولكن تفاجات انا بان الصحافه المحليه ما كايناش، سواء الوطنيه ما كايناش، تفاجات من بعض المؤثرات كيجيو يعملوا ستوريات هنا ومشاو بحالهم. وهذا الشيء هذا كنتسائل انا عن الطريقه ديال استعدادنا لهذا المعرض هذا، حضروا سياسيين ابناء الجاليه، كنظن انا الوحيد اللي كاين هنا حاليا، ما بان لي حتى شي واحد. كنتمنى المسؤول على هذا المعرض هذا ولا المسؤولين ديال المدينه هذه يشوفوا في هذا الموضوع هذا. شكرا لكم أعزائنا الكرام زوار جريدة بريس تطوان على المتابعة، ولا تنسوا ضغط زر الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد.